يقول أحسن الله إليكم: أشكل علي الجمع بين حديثين، حديث غط فخذك فإنه عورة، وحديث دخول أبي بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جزءا من فخذه صلى الله عليه وسلم مكشوفا، فلما دخل عثمان غطاه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فكيف الجمع بين الحديثين؟ نعم، الحديث مختلفة بهذا، والعلماء مختلفون هل الفخذ من العورة أو هو ليس من العورة، والراجح والله أعلم أنه من العورة. إذا تعارض حديثان أحدهما يدل على تحريم والآخر يدل على الإباحة، يقدم الذي يدل على التحريم لأنه أحوط. نعم.